أفضل استثمار ممكن تكسب من خلاله هو استثمارك لنفسك. ابحث بشكل جاد عن مهارات داخلك، راح تلقى أكيد شيء أنت تتميز به. أور هذه المهارة، اتعب عليها، تفوق بيها، ادرس حيثياتها، أبدع بيها، راح توصلك إلى نتائج مذهلة. تغير حياتك، مكانك، تفكيرك، وضعك راح يتحسن ماديا، اجتماعيا، نفسيا، راح تتقدم. وخلال تقدمك هذا تجنب الالتفات للوراء، تجنب كلام الناس، تجنب الشكوى، تجنب إضاعة الوقت. حينها ستكون ذلك الشخص الناجح الذي حقق أحلامه رغم كل العقبات التي واجهته، من عقبات مادية، نظرة المجتمع، عقبات نفسية، ستنتصر عليها. وقتها ستحقق طموحك وآمالك